انا من الناس اللي بشوف ان كل مباراه بتؤثر على اللي بعدها. لو هنتكلم عن مباراه الهلال، هل ممكن تؤثر من وجهه نظرك او لا وليه على المباراه مع مصر المقاصه؟ يعني هل ممكن الهلال تؤثر على ده كنتيجه كاداء، ولا الموضوع ده حاجه وده حاجه فاحنا بنفصل؟ لا, لا, لا في فاصل، اكيد في فاصل. مباراه الهلال لها ظروفها، لها ظروف الطقس، ظروف المناخ، ظروف اللي حصل، الاجواء اللي حصلت فيها. وده يعني خلينا اقول نقطه مهمه جدا، ان المباريات الان اصبحت مع الاسف الشديد هي مش في حلبه او مش في البساط الاخضر فقط، مع الاسف تحولت المباريات كلها في عوامل خارجيه بتخلي اي مباراه ليها طبيعه وزخم خاص. مستحيل تكون مباراه ما بين فريقين تتحول الى حلبه من الاتهامات والترشقات. يعني الاعلام ساهم في ان مباراه الاهلي مع الهلال تتحول الى مع الاسف وكانها معركه حربيه قبل ان تبدا، وفي النهايه المباراه انتهت بالتعادل والفريقين ما فيش اي مشكله في المستوى الاخضر النهائي. حتى شفنا الاهلي بيعالج اللعيب. ليه كان ايه المشاكل استاذ عبد المنعم؟ يعني هي كان المشكله كانت المشكله عندهم هم، عشان موضوع الجماهير، وده كان قرار مش خاص بينا تماما. لا انا بتكلم على في حاله احتقان كانت حاصله قبل المباراه، وكان ممكن ده يؤدي الى مشكله، لان دايما مباريات الاهلي في السودان تحديدا مع الاسف الاخوه السودانيين عندهم برضو يعني مع الاسف في فهم خاطئ للتعاطي مع مباريات النادي الاهلي. وده المفروض احنا كاعلاميين او احنا كصحفيين او حضراتكم او يبقى في توعيه اكبر. اتكلمنا ان هي هتبقى مباراه بين اشقاء بصراحه. بالظبط قلنا اكتر من مره المباراه مش هتاثر اي تاثير على النادي الاهلي في ماتشه قدام المقاصه. الاهلي بيجزا من المباريات طبعا اكيد، وكل مباراه وليها طريقتها وليها اسلوبها. مباراه في الدوري غير افريقيا، وده شيء طبيعي. يعني موسيماني بيعرف يتعامل مع مثل هذه المباريات.